الاولاد الصغار انا كنفضل نشري لهم القصص ضروري من الكتب والقصص والروايات. القصص كناخذهم ليهم ملي كيطلبوهم ليهم في ليكول. صراحه ما عمرني شريت ليه. كنشري القصص والروايات طبيعه الحال كنشري منها. الوليدات الاولين شريت ليهم، كانت عندي مكتبه وبالضبط كان عندنا الجطيه ديال درب غلف، كنت معروف تما كاين عندهم، كنمشي انتقي كتب اللي كتليق للوليدات سواء بالنسبه للقصص او جانب ديال اللغه. الا بغيتي ولدك يوصل خصك تعلمو حب القراءه حب المطالعه، رايح بزاف الدار حيت التليفون حيت التلفازه، تكونسونطرا مع الكتب ديالو باش يعطي واحد النتيجه زوينه. انا ولادي دابا كبروا ولكن انا المهم هي مثلا بنتي راه كتقرا، كانت كتقرا كانت مسبعه، الدري حتى هو في الاول شويه شويه عجز. المهم انا من لي بارتيزون ديال القراءه ديال الكتب. كنفضل نشري لهم القصص اللي بطبيعه الحال كيواكبوا هذاك السن ديالهم. لي زيستوار ما ابين يقرا ليك لو تيكست وداك الشيء اللي عاطينو لي دوفوار. القصة شي حاجة مهمة كتوسع الخيال ديال الطفل، تيخليه يعني كيحلم شي أشياء وهو تاهو كيبدا يبتكر من خلال القصة، كيبدا يبتكر كيبدا داكشي اللي شافو كيبغي هو يطبقو. بعدا كل شهر كناخد قصة، كل شهر يعني 12 قصة في العام. الواحد خصو يعاون بالكتاب وبالدار، نقول لك لا يعول على المدرسة بوحدها وداكشي ما كافيش.